هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. خليق بالمسلم أن يحرص عليه. لكن لو وقع، ابن آدم ضعيف، فنسأل الله يرحمنا، فلو أتى على الإنسان ما تزول به النعمة وتتحول به العافية وتحصل فجاءة النقمة، فعليه أن يلجأ إلى الله، أن يعود إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم والله ما تستجلب من أي مخلوق، إنما النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فإذا نزل بالإنسان بلاء أو تتابع عليه البلاء أو زالت عنه النعم فليلجأ إلى الله وليتضرع إلى الله. قال ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل، قال رحمه الله: والله جل وعلا أمر العباد أن يتضرعوا إليه، وأجمع المسلمون على ذلك، من أن العبد إذا نزل به ضر أنه يتضرع إلى الله. قال: وقد ذم الله عز وجل من لم يتضرع إليه. ذم الله عز وجل من لم يتضرع إليه، فأخذناهم بالبأساء والضراء. لما بأساء وضراء؟ لا تلائم المخلوق، لعلهم يتضرعون ليعودوا إلى الله، ليرجعوا إلى الله. ولقد أخذناهم بالعذاب، ما النتيجة؟ فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا. لماذا لا يخضع العبد لله عز وجل؟ لماذا لا يتضرع إلى الله عز وجل بدل أن يشغل نفسه بتذكر ما نزل به من بلاء أو بذكره عند الناس؟ يشغل قلبه ولسانه بالتعلق بالطاعة، بذكر الله، بدعاء الله، بالتضرع إليه جل وعلا، فإنه لا يرفع الضر إلا الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم ذكر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم ذكر قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. وذكر الحديث الذي ذكرته وشرحته قبل ثلاث خطب: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والبلاء يا إخوان، البلاء لا يتعلق فقط بأمر النعمة المحسوسة لدى الإنسان من مال، لا، شامل. لما يتحول نعمة الأمن إلى الخوف، لما يتحول الإنسان من الطاعة إلى المعصية، لما يتحول الإنسان من المروءة وحسن الخلق إلى السفاهة وقلة المروءة، وللأسف أقولها وهذا يحصل في وسائل التواصل، فإذا لا ملجأ لك ولا من جاء إلا إلى الله عز وجل. أين المفر؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنت ملك لله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع جل وعلا. الأمر كله بيديه جل وعلا. فلنحرص على هذا الدعاء.